يخزن من لي فوتو كي نختار لك نقدم جيب لك ساتيليت يدخل نضم سيب زيدا باقلو فيك خويا رمضان باقلو فيك سيب زيدا باقلو فيك على المرافقه تاع جمعيه بسم الله الرحمن الرحيم نحن جمعيه شباب الغد المتميز قمنا بجوله حول تقييم البرنامج اللي غادي نقوموا به ان شاء الله يوم الغد واللي هو يتضمن في اطار مناسبه مولد النبي مناسبه احياء ذكرى مولد النبوي الشريف وشعار هذا البرنامج سوف يكون الا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونشكروا كاع الناس اللي راهم مرافقيني الاصدقاء تاعي اصدقاء الجمعيه اللي راهم قائمين على هذا البرنامج منذ يومين ونشكر رئيس الجمعيه اللي هو غائب عنا اليوم اللي هو عنده ارتباطات اخرى ونشكر صاحب السيد بركه اللي وفرنا الجو هنا في هذا الكومبلكس باش نعموا باش نقوموا بهذا الحصه ونشكر كاع الناس اللي ساندونا لهذه الجمعيه هي جمعيه خيريه شكرا شكرك سيم جادر شكرك بسم الله الرحمن الرحيم اولا وقبل كل شيء نشكر صاحب هذا الكومبلكس اللي راه حكينا ووفر لنا كاع الامكانيات باش نحيوا هذا السنة اللي هي السنة راه في قلوبنا إحياء مولد النبوي الشريف في هذا الكومبلكس بارك الله فيك وحنا في نصرة النبي عليه الصلاة والسلام في نصرة النبي عليه الصلاة والسلام في نصرة النبي عليه الصلاة والسلام